يا إخوة، الفقه رياضيات وجغرافيا. إيش معنى رياضيات وجغرافيا؟ يعني بعض مسائل الفقه كالرياضيات لا تتغير، 1+1=2، وأكثر الفقه كالجغرافيا يتغير بتغير المكان والزمان والمجتمع والأعراف. وبالتالي ما يفتى للمسلم في ليبيا يختلف عن ما يفتى للمسلم في نيويورك، ما كان يفتى للمسلمين في بغداد اختلف عما أفتي به الناس في مصر في زمن الإمام الشافعي. إذا الفقه مش رياضيات فقط، في رياضيات وفي جغرافيا، فإذا ما بتعرف رياضيات وجغرافيا ما تحكي في الفقه.